السلام عليكم. في هذا الدرس سنشرح الشيرنج الانحراف. أنا كيف كنت أعمل انحراف لعنصر معين؟ طبعا الانحراف أنا إذا عملت انحراف للإكس حيغير لي موقع الإكس، لو عملت انحراف للواي حيغير لي موقع الواي، لو عملت انحراف للإكس والواي حيغير لي موقع الإكس والواي. يعني أنا كل ما أعمل انحراف حيتغير موقع الإكس والواي تلقائيا حسب اللي هو شدة الانحراف. يعني لو حطيت مثلا رقم مثلا 1 حيغير لي إياه بمقدار مثلا يزود لي عليه 100، أو مثلا 2 هزود لي عليه مثلا 200 حسب ايش الاكس تبعتي او حسب الواي. تمام. طيب نيجي نعمل هنا الشير، نعمل هنا او قبل ما اعمل الشير ليش بقول له هاي عندي هنا run عملت هنا rectangle وضفت وين على جروب، حاجه اقول له هنا عملت هنا الشير كلاس اسمه ايش الشير، ويسوي بسميه cs ويسوي new الشير. تمام. هلا الشير في عندي بياخذ اكس واي وفي عندي بياخذ اكس واي وبيفت اكس وبيفت واي، طبعا احنا هنتعامل معاه بدون بيفت. هاجي اقول له سي اتش دوت اللي هي سيت الاكس، سيت الاكس لما اقول له سيت الاكس يعني انا بدي اغير الانحراف بالنسبه للاكس، طبعا هو بيكون دبل، ممكن اقول له 0.1. تمام. طبعا بعد كده باجي بقول له ريك دوت جيت ترانسفورم دوت اد لمين للسي اتش. طيب قلت له عملت انا ران هنا، هلاقي انه صار في عندي انحراف بمقدار 1/10 بهذا الشكل. تمام. طيب كيف هذا حيصير؟ بالنسبة للإكس حيصير انحراف بالنسبة للإكس، يعني حيكبر ايش الإكس. تمام. يعني حيصير كهذا الشكل. مثلا أنا عندي هنا هي ريكتانجل، هي ريكتانجل هنا، لو أنا بدي أعمل انحراف بالنسبة للإكس حيصير مثلا حسب المقدار تبعتي حيصير بهذا الشكل، مثلا 0.1 حيصير بهذا الشكل. تمام. بهذا الشكل هيك حيصير ايش 0.1. لما حضلك تزود، لما تزود حيكبر بهذا الشكل، لما يصير ايش بهذا الشكل هيك، يعني حسب ايش اللي انت بدك تعمله هيضل زي كده. كل ما تكبر وتزيد حيعمل انحراف اكثر. تمام. طيب طبعا هذا بالنسبه للاكس. طب بالنسبه للواي، بالنسبه للواي عادي جدا، عكس ايش الاكس، بعد ما هو بيعمل الاكس حيستعمل الواي. مثلا انا عندي هنا ايوه كيف انا بدي اعمل مثلا هذا الواي. تمام. حاجه اقوله كالتالي، هتيجي يعكس لي بهذا الشكل، مثلا عندي هنا اعمل لي ايش بهذا الشكل. تمام. بهذا الشكل هيك حتكون ايش للواي. تمام. طيب نيجي هنا ناخذ مثال، انا عندي هنا عملت ب 0.1 مثلا، لو كبرتها ل 0.5 هلاقي انه الانحراف تغير عن هذا. تمام. يعني حيصير ايش حيكون اشد منه، اشد ايش من 1/10. طيب بهذا الشكل شايفين كيف. طيب لو انا عملت في الواي هي عكسها، يعني هذه عكسها، يعني المستقيم حيكون على الشقة هاي والمنحرف حيكون على الشقة الأعلى والأسفل. طيب نيجي نعمل هنا بالنسبة للواي، كتبت هنا واي، حنيجي نشوف يعني الإكس عكسها للواي، شايفين هي هذه وعمل إيش إنك انحراف بهذا الشكل. طيب أنا لو بدي أعمل مثلا هنا أكشن، كل ما أضغط عليه يزيد الانحراف. تمام. طيب نمسح هاي ونيجي نقول له عندك الريك دوت سيت أون كليك كليك ماوس كليك. طب ليش ما عملتش اون اكشن؟ لانه عندي ريكت انجل ما بتعملش اكشن، بتتعامل مع اني كليك. تمام. طيب ليش بقول له نيو ايفنت، ايفنت هاندلر نوع ماوس ايفنت. تمام. لانه هو الماوس كليك، ماوس كليك من هو الكلاس ماوس ايفنت. تمام. حاجه اقول له واعمل لي هنا سي اتش دوت سيت الاكس، سيت الاكس مثلا اقول له الاي، قيمه الاي قديش عندي اعملها 0.1. تمام. عارف متغير فوق الميثود لانه ايش لانه انا او بتحطه جوا. تمام. لانه كل ما اضغط حيغير لي ايش اللي هو الانحراف اللي عندي. طيب باجي بقول له بعد ما تعمل الانحراف زود لي عليه، باجي بقول له الاي بلس بلس تساوي اللي هو 0.1 مثلا، كل مره بزود لي ايش 0.1. طيب باجي بعمل له هنا ران، بس هي اللي اعمله، انا كل ما اضغط عليه حيزود لي مثلا هنا، شايفين كيف؟ كل ما اضغط حيزود لي الانحراف. تمام؟ مع تغيير موقع اللي هو الاكس. تمام؟ طيب ممكن كمان اغير بالنسبه للواي، بالنسبه للواي هي هنا بالنسبه للواي، كل ما اضغط على الريكتانجل حيغير لي بالنسبه للواي، شايفين كيف؟ الواي نزل لتحت بمقدار 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، 5/10، 6/10 لحد ما لا نهايه، حسب انت ايش محدده. تمام. هذا هو بالنسبة للشيء. إن شاء الله يكون درس بسيط، نشوفكم في الدرس القادم والسلام عليكم.